معانا النهارده الفنان خالد شبل ممثل مصري وعلى الرغم من انه لم يقدم لنا على شاشات التلفزيون العديد من الاعمال الفنيه الا انه استطاع ان يقدم لنا دور واحد فقط حصل من خلاله على شهره كبيره جدا وذلك الدور كان باسم بهاء مع الزعيم الكبير عادل امام بفيلم التجربه الدنماركيه في عام 2003 كما أن خالد شارك أيضا في فيلمين آخران وهما أمير الظلام والمشخصاتي مع الفنان الكبير عادل إمام خالد شبل فنان مصري ليس لديه الكثير من الأعمال الفنية كغيره من الفنانين الذين ظهروا في بداية ألفينات القرن الحالي ولكن على الرغم من قلة ظهوره الفني إلا أنه ترك بصمة واضحة في مشاهد قليلة جدا من الأعمال الفنية مثل دوره في فيلم "المشخصات" للفنان تامر عبد المنعم، كما شارك في فيلم "التجربة الدنماركية" مع الفنان "عادل إمام"، وقام بشخصية "بهاء"، وكانت الشخصية سبب في انتشاره، وعلقت في أذهان الجمهور والمشاهد العربي، تلك الشخصية التي قدمها، في عدد قليل من المشاهد، من بينها مشهد زواجه في الفيلم، ومشهد القسم. كانت هذه المشاهد كفيلة بأن تجعل من خالد شبل نجم مجهول ولعل سبب انتشاره في هذه الفترة هو الدور الذي قام به خاصة إنه دور جريء جدا لا يقبل أي ممثل أو فنان تقديمه بسبب طبيعة شخصيته لمن لا يعرف الفنان خالد شبل هو فنان مصري اختفى لأكثر من 14 عام دون أي مقدمات سافر بعدها للولايات المتحدة الأمريكية وتزوج هناك ثم عاد مرة أخرى لدراسة الفن في مصر تحدث الفنان خالد شبل مع نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وطلب باستكمال دراسته في معهد الفنون المسرحية ويعمل حاليا على التدريب في ورش التمثيل من أجل العودة للتمثيل مرة أخرى في الوسط الفني كشف الفنان خالد شبل الشهير ببهاء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن سبب عدم عودته لمجال التمثيل في الآونة الأخيرة رغم مطالبات عدد من متابعيه بالعودة فقال عايزيني أرجع أمثل تاني وبيسألوني ليه أنا رجعت وحاولت بس محدش شغلني إيه السبب؟ ليجيب خالد شبل على السؤال اسألوا المخرجين والمنتجين ما عنديش إجابة